بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم، ازيكم يا جماعة، اخباركم ايه؟ في الفيديو ده انا عايز اتكلم عن 3 حاجات. الحاجة الاولانية ازاي ننزل دافينشي ونعمل له انستول، الحاجة التانية ازاي ننزل هيت فيلم ونعمل له انستول، وهيت فيلم اساسا القصة بتاعته غريبة شوية في موضوع انك انت تعمل له داونلود وانستول واكتيفيشن مع ان البرنامج مجاني. الحاجة التالتة التعامل مع فيوجن وفرق التعامل بين فيوجن والمايا كبيئة 3D. تمام، فبسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجة بالنسبة لتنزيل دافنشي وان احنا نعمل له انستول على الجهاز. طيب دلوقتي هنروح على جوجل وهنقول له دافنشي. تمام، ادي الموقع اهو، طبعا من نفس الموقع الرسمي، وهنزل لتحت خالص هلاقي ايه دافنشي ريسولف 15 ومكتوب ايه فري. تمام، طبعا في نسخة مدفوعة بس احنا هننزل النسخة الفري. النسخة الفري امكانياتها جبارة وامكانياتها كبيرة جدا 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 وكتيرة جدا جدا جدا. انا عن نفسي ذهلت من امكانيات دافينشي النسخة المجانية. اوكي، فهنيجي هنقول له داونلود ناو، طبعا على حسب نظام التشغيل اللي عندك اذا كان ماك ولا ويندوز ولا لينوكس. بالنسبة لي انا طبعا ويندوز، فهدوس على ويندوز. هيفتح لي الشاشة دي. كل اللي انت هتعمله ان انت هتملى البيانات بتاعتك وهتقول له ريجستر اند داونلود. تمام، بعد ما يخلص داونلود هتبتدي ان انت تعمل انستول للبرنامج. بس في حاجة مهمة جدا، وهي انه اما تيجي تعمل انستول اول ما تدوس دبل كليك على الايكون بتاعت السيت اب هيفتح لك كده شاشة صغيرة. الشاشة الصغيرة دي هتلاقي مكتوب فيها دافينشي ريسولف، وهتلاقي مكتوب فيها فير لايت وفير لايت يوتيليتيز. علم عليهم كلهم وبعد كده اعمل انستول. انا للاسف مش هعرف ان انا اوريكم الموضوع ده لان انا اساسا دافينشي متركب عندي على الجهاز، ودافينشي من البرامج اللي ما بيقبلش نسخة تانية تكون على نفس الجهاز. يعني انت مثلا لو عندك دافينشي 15 وجيت تركب 14 هيقول لك لا ده في نسخة احدث. لو عندك النسخة المجانية وجيت تركب النسخة المدفوعة هيقول لك في دافينشي متركب على الجهاز، شيله بعد كده ركب التاني. لو عندك نسخة 14 وجيت تركب نسخة 15 هو كأنه هيعمل ابديت، فهو لوحده هيشيل اصدار 14 وهيركب 15. تمام، فعشان كده مش هعرف اوريكم اللي انا كنت بقول لكم عليه، اللي هو ازاي ان انت تعمل سيت اب للبرنامج. بس زي ما قلت لك هيطلع لك كده شاشه صغيره مكتوب فيها دافينشي، ومكتوب فيها دافينشي بانلز، ومكتوب فيها فير لايت وفير لايت يوتيليتيز. هتعلم عليهم كلهم وبعد كده ايه هتكمل السيت اب عادي جدا. تمام، ده بالنسبه لموضوع دافينشي. بالنسبه لموضوع هيت فيلم، هيت فيلم القصه بتاعته زي ما قلت لكم غريبه شويه. فهاجي هكتب هيت فيلم. اوكي، وادي ايه هيت فيلم. طبعا هيت فيلم يا جماعه في منه 3 اصدارات، في هيت فيلم اكسبريس اللي هو المجاني، وفي هيت فيلم برو اللي هو الاعلى، وفي هيت فيلم ستوديو اللي هو اعلى واحد فيهم. غالبيه الناس بتستخدم هيت فيلم اكسبريس وهيت فيلم برو. طيب دلوقتي انا عشان انزل البرنامج لازم تمشي بالخطوات اللي هقولك عليها دي عشان تعرف ان انت تنزل البرنامج، وعلشان البرنامج يشتغل معاك، والا البرنامج مش هيشتغل معاك مع انه هو مجاني تماما. النسخة دي مجانية تماما اللي هو الهيت فيلم اكسبريس. اوكي، فاول حاجة هعملها حاجة هقول له جيت هيت فيلم اكسبريس فري. تمام، المفروض ان هو مش هيطلع لك دي مباشرة، المفروض ان هو هيطلع لك شاشة، الشاشة دي مكتوب فيها شير على الفيسبوك وعلى تويتر وعلى حاجة تانية انا مش فاكر هي ايه. فانت هتدوس على الايكون بتاعت الشير هيفتح لك شاشة تانية اللي هي فيها ان انت تعمل شير. انت مش لازم ان انت تعمل شير، ممكن ان انت تقفلها، بس انت لازم تدوس على الايكون بتاعت الشير. تمام، علشان يفتح لك الشاشة اللي قدامي دي. اوكي، هتيجي طبعا انت هتعمل كرييت اكاونت وهتحط البيانات بتاعتك. تمام، وهتعلم على يس ساين مي اب. اوكي، طبعا انا بالنسبه لي ساين ان. تمام، وهتيجي بعد كده وهتدوس على ايه على داونلود ناو. هيفتح لك دي، طبعا على حسب نظام التشغيل اللي عندك اذا كان ويندوز ولا ماك. هتقول له ايه داونلود فور ويندوز، هيبتدي ان هو ينزل البرنامج. تمام، دلوقتي انت ممكن ان انت تروح على الايميل بتاعك هتلاقيه ان هو باعت لك اكتيفيشن كود رقم تفعيل. تمام، او ان انت ممكن تروح على الاكونت. اوكي، ادي لوجن، وهتلاقي مكتوب ايه هيت فيلم اكسبريس، وادي ايه رمز
التفعيل. تمام. طبعا الجميل بالنسبة لهيت فيلم، ودي من الحاجات اللي انا احترمها جدا في البرنامج، ان هو على طول بيعمل ابديت، والابديت ده مجاني. فانت مثلا لو عندك مثلا نسخة مثلا 12، كمان كام شهر هيعملوا ابديت، اما تيجي تفتح البرنامج هيقول لك في ابديت انزله ولا لا، بشكل مجاني تماما. اوكي. اما تيجي تفتح البرنامج، فاول حاجة هيطلع لك شاشة صغيرة، خليني اوريكم الشاشة دي شكلها عامل ازاي. فا اوبشنز، وادي ايه دي اكتيفيت بروجرام، هتكون شاشة بالمنظر ده. تمام. بس هيكون مكتوب فيها ان انت دخل ايميلك، وان انت دخل ايه رمز التفعيل. اوكي. طبعا انا مش عايز اعمل دي اكتيفيشن. تمام. فده بالنسبة لموضوع هيتفل. نيجي دلوقتي لموضوع فيوجن. طيب دلوقتي ده طبعا دافنشي. طيب دلوقتي انا لو رحت على فيوجن هلاقي مفيش حاجة عندي هنا ان انا اتعامل معاها. ده لان فيوجن بيتعامل بشكل من اتنين، اما اني ارجع على اديت واجيب اي حاجة اشتغل عليها. تمام. فانا لو جبت الصورة دي حطيتها هنا. اوكي. خلينا بس ايه نزود المدة بتاعتها شوية. تمام. فدلوقتي لو رجعت على فيوجن فهلاقي ايه ان في حاجة اشتغل عليها، او ان اشتغل من جوه فيوجن مباشرة. تمام. فطبعا انت على حسب المشروع اللي عندك. فحاجة انا هاخد الصورة دي هنزلها هنا على التايم لاين عندي. اوكي. وهرجع على فيوجن علشان ابتدي اشتغل. طيب دلوقتي عايزين نشوف ازاي فيوجن بيشتغل، او ازاي احنا بنتعامل مع برنامج فيوجن، لان ده مع انه هو تاب جوه دافنشي بس هو يعتبر برنامج لوحده بكل الامكانيات اللي فيه. تمام. طيب احنا دلوقتي لو قلنا ان انا مثلا عايز اكتب على الصورة دي، الصورة دي من ايطاليا، فلو قلنا ان انا عايز اكتب على الصورة دي، تمام، الموضوع بيبقى عامل ازاي؟ الموضوع في فيوجن مختلف شوية عن الافتر افكتس. يعني انا لو جيت هنا عند الافتر افكتس وجيت قلت له نيو كومبوزيشن، اوكي خلينا بس نعمل دي كده، ولو جبنا نفس الصورة import file، فانا علشان اكتب على الصورة دي فكل اللي انا بعمله ان انا بروح على الايكون بتاعت التكست وبكتب ايه، بكتب مثلا ايطالي. اوكي خلينا بس نكبر الخط وانتهى الموضوع. ده في الافتر افكتس. اوكي. في فيوجن لا، في فيوجن الموضوع مختلف. فهنا لو جيت انا وقلت له ايه، قلت له تكست، تمام، ادي التكست اهو، هسحب دي كده، فايه فيوجن يا اما هيقرا لك الصوره يا اما هيقرا لك ايه التكست. اوكي. فانت لو جيت مثلا توصل من هنا لهنا مش هيرضى. تمام. طيب لو شلت ده ووصلت من هنا لهنا هيقول لك اه اوكي كده الدنيا تمام. طب لو جيت توصل من الميديا ان عشان يقرا لك الصوره هيقول لك لا معرفش انا كده، انا يقرا لك الصوره او يقرا لك الفوتج بتاعتك يا اما اقرا لك التكست بتاعك، شوف انت عايزني اقرا لك ايه. تمام. فانا مبدئيا هشيل الكونكشن ده وهوصل من هنا لهنا. تمام. وهنكتب هنا برضو ايه ايطالي نفس الكلمة، وممكن احنا نكبرها مثلا مثلا بوينت ثلاثة. طيب لو جيت توصل من هنا لهنا هيقول لك ما انا قلت لك انا بقرا لك حاجة واحدة بس. طيب علشان اخلي فيوجن يقرا الاثنين اعمل ايه؟ في حاجة اسمها ميرج. تمام. فلو جيت انا وقلت له ميرج، اوكي، وجيت وصلت من التكست للميرج، وجيت خدت من الميديا ان للميرج، وبعد كده من الميرج لهنا، كده هو هيقرا لك الاثنين. بس هنا في مشكله. المشكله دي ايه؟ المشكله دي ان مع ان هو اخد التكست واخد الصوره، تمام، بس انا مش شايف قدامي غير الصوره،
قال لك ده لان التكست جاي ورا الصورة. طب انا علشان اخلي التكست فوق الصورة، ان انا ابقى شايف التكست قدامي، ايه اللي المفروض يحصل؟ قال لك ده راجع للسهم الاصفر والسهم الاخضر، فانت لما تعكسهم هتلاقي الدنيا تمام عندك. اوكي، فانا هفصل ده، هجيب التكست على السهم الاخضر وهجيب الميديا على السهم الاصفر. اوكي، فكده هو ايه، كده هو هيقرا لك الاثنين. تمام، ففيوجن بيتعامل بالشكل ده. طيب احنا قلنا ان فيوجن بيتعامل في بيئة 3D، بس الموضوع ده بيبقى عامل ازاي؟ قال لك فيوجن دقيق جدا جدا جدا. تمام، يعني ايه؟ يعني التكست ده هو مش هيقراه لك على ان هو 3D، ولا هيتعامل على ان هو 3D، ولا هيفتحه لك اصلا في بيئة ان هو يكون 3D. يعني انا لو جبت ده التكست جبته هنا، هو جايبه لك على اساس ان هو 2D. تمام، فهنا فيوجن بيقول لي انت عايز التكست يكون 3D، في عندي حاجة اسمها تكست 3D. تمام، فانا لو جيت دلوقتي وقلت له تكست، فادي ايه، ادي تكست 3D. اوكي، طيب هنكتب هنا نفس الكلمة ايطالي، فدلوقتي ده ايه، ده تكست 3D. فلو جيت وجبت ده هنا، فادي ايه، ادي التكست في بيئة 3D. طيب دلوقتي لو انت جيت توصل من هنا لهنا، لان احنا قلنا ايه، قلنا ان هو بيقرا لك حاجة واحدة بس، الميديا اوت بيقرا لك حاجة واحدة بس. تمام، طيب وقلنا ان ميرج عشان اوصل اكتر من حاجة ببعض. طيب فانت لو جيت توصل من هنا لهنا مش هيرضى. ليه؟ لسببين. السبب الاولاني ان الميرج ده، الميرج ده هو اولا بيتعامل مع عناصر 2D، ده رقم واحد. رقم اتنين، الميرج ده ما بيقبلش اكتر من عنصرين اتنين بس. تمام، طيب يبقى انا هنا مفروض ان انا اعمل ايه؟ انا هنا مفروض في الاول، اول حاجة اقول له انت لازم تقرأ لي التكست ده ان هو 3D، وان هو يقبل يدخل على الميرج. تمام، احنا خلاص احنا مش عايزين ده، فانا هفصل ده، وده ممكن ان احنا نعمل له ديليت. طيب فاحنا قلنا اول حاجة عايزينه يقرأ التكست ده ان هو 3D. تمام، ليه؟ عشان اقدر ان انا اوصله في الميرج. تمام، فحاجي هقول له ريندر 3D، وحوصل ده من هنا لهنا، وبعد كده حوصل ده من هنا لهنا. تمام، او الدنيا لحد كده. اوكي، طيب احنا قلنا ان التكست ده 3D، فانا عايز اخليه مجسم 3D. تمام، فوانا مختار التكست ده هنزل تحت، في عندي هنا اكستروجن، هزود الاكستروجن ديبث شوية، مثلا حاجة مثلا بالشكل ده، وليكن مثلا 0.1. طيب بس هنا انا مش شايف ان هو 3D، فقال لك بسيطة، انت هنا كل اللي عليك ان انت تعمله ان انت تحط اضاءة. فحاجي هقول له لايت، وخلينا مثلا ناخد سبوت لايت. اخدتوا بالكم ايه اللي حصل؟ حط ميرج 3D. ليه؟ لان انا هنا عندي التكست 3D، والاضاءة هنا هي بتتعامل في بيئة 3D، فبالتالي حط لي ميرج 3D. خلوا بالكم من حاجة كمان، ان الميرج 3D اخد اكتر من 3 عناصر. يعني انا عندي هنا تكست، وعندي سبوت لايت، وعندي ريندر 3D. فالميرج 3D بيقبل اي عدد من النودز ان انت توصلها بيه، بعكس الميرج العادي ما بيقبلش غير عنصرين اتنين بس. تمام، طيب فاحنا عندنا ادي السبوت لايت اهو، لو رجعته مثلا كده ورفعته مثلا لفوق شوية مثلا كده، بس ستيل انا مش شايف اي حاجة هنا توحي لي ان ده 3D. قال لك بسيطة جدا، تعال عند الريندر وقول له ايه، قول له enable light. اخدت بالك؟ طيب هنرجع احنا عند السبوت لايت ده، و هنبتدي ان احنا ايه، نظبط الاضاءة. تمام، ممكن اجي مثلا هنا واعملها مثلا حاجة بالشكل ده، وممكن اجي هنا عند الكون انجل وابتدي ان انا اوسع الكون انجل.
على فكرة يا جماعة، موضوع السبوت لايت والكون انجل والحاجات دي انا واخدها اساسا من 3D. ممكن ان احنا مثلا نقفلها كده شوية وتيجي مثلا هنا تخليها مثلا ايه، يعني كأن في تدرج مثلا في الإضاءة. تمام، حاجة مثلا بالشكل ده. اوكي طيب، لو قلنا دلوقتي مثلا ان انت عايز تغير مكان الكلمة دي، لان هنا مثلا هي جاية فوق فاحنا عايزين ننزلها لتحت، قال لك اوكي ممكن تيجي من هنا من عند الميرج وهتيجي هنا وهتبتدي ان انت ايه، هتنزلها لتحت مثلا، هتنزلها مثلا ايه بالشكل ده. تمام، ده حل. بس انا عن نفسي انا بحب كل حاجة ليها تخصص معين. تمام، فانا هاجي هنا وهقول له حط لي ترانسفورم. تمام، وهجيب الترانسفورم احطه هنا. ليه؟ لان الترانسفورم هو متخصص اساسا في موضوع تغيير المكان وان انا اكبر واصغر ومش عارف ايه. تمام، فهاجي هنا وهقول له ايه، هقول له تعالى سنتر الواي، نزلها مثلا ايه، نزلها مثلا خليها مثلا هنا. اوكي، فده التعامل في فيوجن. فالموضوع بسيط جدا، هي الفكرة بس ان انت تفهم النودز اللي عندك. اوكي، وتعرف ايه اللي يوصلك للي انت عايزه. تمام، طيب مايا بيتعامل برضو بالنودز بس في الباك جراوند. تمام، يعني ايه الكلام ده؟ يعني انا لو جيت دلوقتي ادي المايا عندي. اوكي، لو جيت انا هنا ادي ويندوز وادي ايه وادي نود اديتور. خلينا بس نصغر دي. برنامج المايا مسهل الموضوع. اوكي، يعني انا لو جيت دلوقتي وقلت له مثلا اعمل لي كيوب، فانا هنا انا استخدمت امر عادي جدا. يعني انا لو عملت ده ديليت ورحت بشكل عادي جدا كرييت بوليجون بريميتيفز كيوب، انا هنا فعليا انا استخدمت امر عادي، لكن المايا عمل لي النودز الخاصه بالكيوب. اوكي، خلينا بس نقفل دي. طيب انا دلوقتي هعمل موديل بسيط جدا، وخلوا بالكم للي بيحصل في النود اديتور. فاحنا لو جينا دلوقتي، لو جيت انا مثلا هنا واخترت مثلا الفيس ده، اوكي، وجيت بعد كده عملت له اكسترود وجبت ده لقدام كده شويه. طيب خلوا بالكم هنا ايه، هو هنا عمال بيبني لي نودز. اوكي طيب، وبعد كده هاجي هختار مثلا الفيس ده وهرجعه لورا شويه مثلا بالمنظر ده كده، وهاجي عند الفيس ده وعند الفيس اللي في الناحيه التانيه، وهعمل لهم اكسترود. ملاحظين هنا هو ايه، هو عمال هنا بيضيف النودز. تمام، وهاجي مثلا هعمل كده وهعمل كده. اوكي، وهاجي هعمل اكسترود تاني وهطلع دول لبره شويه مثلا كده، وهعمل مثلا سكيل كده، وممكن ان احنا نرجعهم لورا كده شويه. وممكن ان انا اجيب الفيس ده، ممكن ان انا انزله لتحت شويه، وممكن ان انا اصغره. تمام، يعني هو مجسم طيارة بسيط. وهاجي هنا برضو هقول له اكسترود، هعمل دي كده وهعمل دي كده وهرجع دي لورا شوية وهعمل اكسترود تاني. على فكرة امر اكسترود من الاوامر المهمة جدا 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 في الـ 3D. وهرجع دي مثلا لورا كده شوية. انتوا واخدين بالكم ايه اللي بيحصل هنا في النود اديتور؟ هو عمال بيبني لي في نودز. تمام، وممكن ان احنا نيجي مثلا عند الايدج ده ونرجعه لورا شوية.
اوكي. فده مقسم طيارة بسيط، طبعا هو ولا طيارة ولا حاجة، بس يعني ايه اعتبروها طيارة ماشي. فواخدين بالكو هنا، هو ايه، هو كان عمال يبني لي في النودز تمام. فانا لو جيت مثلا من هنا برضو ويندوز جنرال اديتورز ورحت هايبر جراف كونكشنز واخترت ده وجيت قلت له كده، فادي ايه، ادي برضو النودز، فادي ايه بولي اكسترود بولي اكسترود، حتى شايفين المربع الاصفر ده مكتوب في ايه، بولي اكسترود فيس تمام. في حين ان هو اساسا كان ايه، كان عبارة عن كيوب اوكي. فبالمنظر ده بيتعامل المايا، المايا بيبني لي النودز في الباك جراوند. طبعا التعامل بالنودز، انا عن نفسي وكتير ناس بتفضل التعامل بالنودز عن التعامل باللايرز تمام. لان مثلا هنا في الافتر افكتس ساعات الواحد بيشتغل تصميم معين او بيشتغل موشن جرافيكس معين، بيبقى عنده فيه مثلا 200 لاير. طبعا انت علشان تيجي تعدل وتدور في ال 200 لاير دول حاجة متعبة جدا. لكن هنا الموضوع مختلف، هنا يعني انا ممكن مثلا ان انا اعمل جروب تمام. يعني مثلا ساي ان انا خلاص انا مثلا الحاجات دي عندي ثابتة، فانا ممكن اعلم عليهم كده اهو واقول له مثلا جروب، فكده ده بقى عندي نود لوحده اوكي. وفي حاجات تانية بتتعمل ممكن ان هي ترتب لي الدنيا بشكل افضل من كده اوكي. التعامل مع النودز افضل بكتير جدا جدا جدا، لان يعني واخدين بالكم انا مثلا لو عندي حاجات كتيره في السين فهيطلع لي مثلا ايه المربع ده، فهبتدي ان انا ايه مثلا انا عايز مثلا اجي هنا مثلا اوكي، وادخل مثلا على الجروب ده وابتدي ان انا ايه اعدل بالشكل اللي انا عايزه تمام. طبعا ممكن ان انا اجي برضو هنا رايت كليك واقول له ايه، واقول له ان جروب، هيرجع لي الدنيا زي ما كانت اوكي. طيب اخر حاجه عايز اتكلم عليها موضوع التحريك. في كل البرامج نفس الحاجه، انا تعاملت مع برامج كتير جدا في موضوع الجرافيكس واغلبها في حركه تمام. فانا لو جيت مثلا هنا في المايا، خلينا نعمل سين جديد، خلينا نقفل ده ونقفل ده اوكي. فانا لو جيت مثلا ادي مثلا ارضيه، خلينا بس نيجي فين التشانل بوكس، ادي التشانل بوكس، هنيجي بس من هنا لان انا مش محتاج اي ديفيجنز اوكي، خلينا نقفل ده. طيب لو جيت انا دلوقتي عندي مثلا الارضيه دي، ممكن احنا برضو نيجي نقفل ده، ممكن احنا نقفل الجريد اوكي تمام. ولو عملت مثلا كوره، ممكن احنا نروح مثلا هنا وننزلها مثلا كده اوكي تمام. فانا لو جيت مثلا الكرة دي، ادي الكرة دي هنا اوكي، هقول له مثلا اديني مفتاح حركة، ولو رحت هنا مثلا ووديت الكرة الناحية التانية وقلت له ادي مفتاح حركة تاني اوكي، طبعا دلوقتي الكرة هتتحرك من هنا لهنا تمام. طيب انا لو رحت على ويندوز ورحت على انيميشن اديتورز وجراف اديتور، فادي ايه، ادي الكيرفات بتاعت الحركه اللي عندي تمام. طيب لو جينا عند الافتر افكتس، خلينا بس نخفي الصوره عشان ايه الكتابه تكون واضحه بشكل افضل اوكي. طيب لو جيت انا مثلا عند الكتابه دي وادي البوزيشن وقلت له تعالى حط لي هنا مفتاح حركه، ومشيت مثلا لقدام شويه وليكن مثلا هنا، وحركت الكتابه مثلا بالمنظر ده لحد هنا، فهنا ايه، هنا اداني مفتاح حركة تاني اوكي. طيب لو جيت رحت انا عند الجراف اديتور اوكي، فادي ايه، فادي الكيرف بتاعي اللي مديني شكل الحركة تمام. لو جيت انا مثلا ودست على ده، فالكيرف ده هو نفسه شكل الكيرف اللي هنا اوكي. طيب تعال نشوف مثلا الموضوع في فيوجن، لو جينا احنا عند الترانسفورم تمام، وجيت مثلا حركت مثلا دي كده تمام، وجيت هنا اديت له مفتاح حركة، وجينا مثلا عند الفريم مثلا ده 55 مثلا،
وحركتها الناحية التانية. اوكي، لو جيت انا فتحت سبلاين وجينا عند الترانسفورم وجيت انا دست على ده، فادي ايه؟ فادي الكيرف. تمام، لو جيت دست على دي فادي الكيرف ده هو نفسه الكيرف اللي في الافتر افكتس، هو نفسه الكيرف اللي في المايا، اللي هو ايه اسمه ايزي ان ايزي اوت. تمام، اللي هو بيبتدي ببطء وبعد كده بيكون سريع وبعد كده ايه بينتهي ببطء. تمام، فموضوع الحركة نفس الحاجة، فأنا الإضاءة والحركة اللي أنا عرفتها في فيوجن أساسا من معرفتي بيها في المايا. أوكي، يعني أنا بالنسبة لموضوع الإضاءة، لو جيت مثلا، خلينا مثلا بس إيه نيجي هنا، دول أنا مش عايزهم فهقول له ديليت ديليت. أوكي طيب، خلينا نرجع، أو ممكن إحنا نروح من موديفاي ريسيت ترانسفورميشن. طيب ممكن بس ان انا ارفع دي كده شوية مثلا، حاجة زي كده. فبالنسبة لموضوع الاضاءة، لو جيت انا مثلا create lights وجيت مثلا حطينا مثلا spotlight نفس اللي احنا حطيناه في fusion. تمام، فلو جيت انا رفعت دي مثلا كده شوية وعملنا مثلا مصدر الاضاءة مثلا كده شوية وبعد كده جيت دوست على دي وجيت دوست على ده، ممكن ان احنا هنا ننزل دي شوية حاجة بسيطة يعني مثلا حاجة بالشكل ده. اوكي، فملاحظين ادي برضو ايه، ادي برضو عندي اضاءة وادي الظل ومش عارف ايه. كنت بكلمكم برضو على موضوع الكون انجل، فانا لو رحت على الاتريبيوت اديتر، تمام، فادي ايه، ادي الكون انجل، فاديني كده ايه وسعت الكون انجل. لاحظوا ان هنا كون انجل، تمام، ولو رحت على فيوجن وادي السبوت لايت ادي كون انجل، لاحظوا هنا بنومبرا انجل. تمام، لو رجعت للمايا فادي ايه، ادي برضو بنومبرا انجل، فلو انا وسعت دي فايه بدأ ان هو يعني ما يخليش الظل ان هو يكون شارب، ان هو يكون حاد. تمام، ادي ايه الدروب اوف اللي هو بيخلي الإضاءة أقل. تمام، لو رجعت لفيوجن نفس الموضوع، ادي الدروب اوف، واخدين بالكم؟ فكأن الإضاءة ايه، كأن الإضاءة بتقل. فالموضوع سهل جدا جدا جدا، انت بس اما تعرف الحاجة ماشية ازاي في برنامج هيبقى سهل جدا ان انت تفهم الحاجة دي ماشية ازاي في برنامج تاني. تمام، ده اللي انا كنت عايز اتكلم عنه النهاردة. الدرس جايز ان هو طول، بس كان مهم ان انا اتكلم عن الحاجات دي عشان الناس تفرق التعامل بين البرامج، طبعا فيوجن والمايا والافتر افكتس والحاجات اللي انا اتكلمت عنها بشكل سريع في الفيديو ده انا مش هتكلم عنها، يعني انا مش هشرحها في الكورس او في الدروس اللي جاية، بس هنا زي ما تقولوا ايه يعني نظرة عامة عليها. اوكي، عشان بس الناس تبقى فاهمة الموضوع ماشي ازاي. تمام، طبعا حتى في الافتر افكتس في موضوع الاضاءة ده، يعني انا ممكن ان لو جيت مثلا من هنا وادي نيو فهتلاحظوا ان في ايه، في لايت. تمام، وممكن ان انا اختار من هنا نوع الاضاءه بوينت ولا سبوت ولا ايه اللي انا عايزه. ماشي، فانت مجرد ان انت تعرف الحاجه ماشيه ازاي في برنامج هتعرف ازاي تمشي في برنامج تاني او في البرامج التانيه. الفكره بس ان هو ممكن يبقى فيه حاجات بسيطه مختلفه، يعني هنا برضو مثلا عندك برضو ايه، عندك برضو الكون انجل، الكون فيدر اللي هي نفسها، هنا البنومبرا انجل. تمام، فدي كانت الحاجات اللي انا كنت عايز اتكلم عنها النهارده. اتمنى الفيديو يكون مفيد ليكم. ان شاء الله من الدرس الجاي هنبتدي ان احنا نتكلم عن دافنشي والمونتاج واللي هعمله في دافنشي، هقول يتعمل ازاي في هيت فيلم. اخر حاجه عايز اوريها لكم، احنا لو رحنا على دافنشي في عندي حاجه هنا اسمها فيرلايت. فيرلايت في دافنشي ده خاص بهندسه الصوت والتسجيل، وازاي اظبط الصوت واشيل النويز ومش عارف ايه والحاجات دي. اللي هيشتغل على هيد فيلم، هيد فيلم ما فيهوش موضوع هندسه الصوت. تمام، طيب اللي عايز يشتغل على هندسه الصوت ودافنشي ما اشتغلش عنده وهيشتغل على هيد فيلم يعمل ايه؟ الموضوع بسيط جدا، هتيجي هنا في برنامج اسمه اوداسيتي. اوكي،
البرنامج ده مجاني، والبرنامج ده برنامج محترم وبرنامج ظريف جدا في هندسة الصوت. تمام، طبعا انت على حسب نظام التشغيل اللي عندك، فهتقول له داونلود اوداسيتي، والبرنامج حجمه صغير جدا. انا نزلت البرنامج امبارح، لو رحنا نشوف اوداسيتي البرنامج حجمه 22 ميجا، اوكي، بس بيعمل هندسة صوت بشكل كويس. تمام، وموضوع برضو ان انا اشيل النويز، وان انا اعلي الصوت واوطيه، وان انا اخلي الصوت عالي في حتت معينة واوطي في حتت معينة وبشكل اوتوماتيك، مش عارف ايه، كل الحاجات دي بيعملها اوداسيتي. اوكي، طبعا ارجع واعيد تاني، ده للناس اللي دافينشي مش هيشتغل عندها. انا عن نفسي انا واحد من الناس ما بحبش ان انا كل شوية من برنامج لبرنامج لبرنامج لبرنامج. فعلشان كده عجبني جدا الشغل على دافينشي، لان هنا ورك فلو كامل. بيعجبني جدا برضو الشغل على المايا، لان برضو هو ورك فلو كامل. فهنا عندي ايه، عندي مثلا موديلنج، بخلص الموديلنج بروح مثلا على الريجنج، ببتدي ان انا اركب العظم ومش عارف ايه والحاجات دي، بخلص ببتدي ان انا اروح على الانيميشن، التحريك وما التحريك، بخلص ببتدي ان انا احط مثلا المؤثرات، واخر حاجة ببتدي ان انا اعمل ريندر. فانا بحب البرامج اللي كده، اللي هي بتختصر على الواحد، ما تخليهوش ان هو كل شوية ينط من برنامج لبرنامج لبرنامج. اوكي، انا بشكركم جدا على حسن المتابعة، ان شاء الله تعالى هقابلكم في الفيديو الجاي. حتى ذلك الحين أترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان معاكم محمد علي.